أعزائي مشاهدين تلفزيون الرأي، أهلا وسهلا فيكم. لقاءنا يتجدد معكم كل يوم جمعة الساعة 9:30 على تلفزيون الرأي في برنامجكم جي اف سي جلاديترز فايتنج شامبيونشيب. في حلقة اليوم راح نعرض عليكم نزال وزن تحت 70 كيلوغرام أندر كارد بين اللاعب عبد الله الهاجي واللاعب عبد الرحمن الشرف. صالح، لو نتكلم عن اللاعبين الاثنين، أبيك تقول لنا نبذة بسيطة عن اللاعبين، تخصص كل لاعب فيهم. أول شيء بنتكلم عن الجلوفزات. اليوم يعني شايشين أنا وسعود وحابين نلعب فايت، ولكن راح يكون بعد البرنامج. طبعا فايت اليوم فايت مميز، طبعا فايت نفس ما أنت ذكرت سابقا سعود، فايت أندر كارد. أندر كارد اللاعب بلعب علشان يحصل ريكورد. طبعا هذا النظام الجديد اللي راح تتبعه المنظمة في هذه البطولة والبطولات القادمة. عبد الرحمن الشرف وعبد الله الهاجري، طبعا هذا اول ظهور لهم على قفص جي اف سي، وبشكل عام في الفنون القتاليه المختلطه هذا الوزن اللي تحت 70 كيلوغرام. لو نبدا نتكلم في البدايه، اللاعبين تقريبا ايدل، يعني نفس عندهم نفس المواصفات من ناحيه الطول، نفس الخبره ومن ناحيه طول القامه. الادفانتج ما اعتقد انه كان يمكن يروح لحد، حتى المستوى العمري والخبره في الفنون القتاليه الاثنين على نفس المستوى. عبد الله الهاجري، احنا تعرفنا على عبد الله الهاجري كما انا ذكرت سابقا من خلال بطوله جي اف سي جرابلينج. هو يمثل نادي وور لاينز طبعا عند الكابتن عمرو حافظ. شارك في بطولة جي اف سي جرابلينج، حصل على المركز الثاني، وطبعا هذه أول بطولة للفنون القتالية يشارك فيها في بطولة جي اف سي جرابلينج، وبما أنه هو الباك جراوند تبعه من خلال تيم وور لاينز هو المصارعة. المصارعة احنا طبعا نقصد فيها، في ناس كثير حتى على انستغرام سألت ايش المصارعة، يعني هل جون سينا والشباب هذول؟ لا، مش هاي النوعية من المصارعة. مصارعة اللي هي المصارعة الرومانية اللي بتشارك في الأولمبياد، اللي هي تعتمد على بشكل عام على الطرح والرميات. اللاعب عبد الله الهاجري لاعب نفس ما شفناه في بطولة جي اف سي جرابلينج، هو لاعب جدا قوي البنية، خصوصا انه الباك جراوند تبعه في العاب القوة. سعود، لما اللاعب يكون لاعب احد هذه الالعاب راح تسهل عليه الالعاب اللي فيها الجرابلينج والمسك والطرح، لانه العاب القوة نوعا ما بتعطيك بنية جسمية. هو راح يكون له القدرة انه يسيطر على المباراة، خاصة عبد الله الهاجري قدم اداء جدا كبير ببطولة جي اف سي جرابلينج. طبعا صالح، اللاعبين الحين اعتقد بالنسبة حق الجماهير وبالنسبة لنا كان قبل اللقاء الأداء كان جدا مجهول، يعني حتى كنا ما نقدر نحلل طريق المباراة، فأعتقد إنه ما ودي الحين أسبق الأحداث وأقول شو اللي صار بالمباراة، بس أمانة المباراة كانت جدا روعة. بس حتى خليني أحكي لك إشي، أنا كنت متواجد مرة في أحد الأندية وشفت عبد الرحمن الشرف، وكان في هذا النادي في عاملين بطولة داخلية والعدد كبير، عاملين بطولة جوجيتسو وفاز فيها عبد الرحمن الشرف يعني، وتعرفت عليه على طريقة لعبه، وعرفت إنه هذا اللاعب عنده بوتنشال قوي جدا في الجوجيتسو. احنا يمكن ما تعرفنا على اللاعبين داخل الكيج، وطبعا هذا الكيج دائما عالم اخر يختلف عن اي نوع من انواع البطولات، وخصوصا داخل منظمه او بطوله جي اف سي، لانه الجماهير، التغطيه الاعلاميه، طبعا يعني هذا يمثل ضغط كبير نفسي على اللاعبين. ممكن اداء اللاعب ترى على فكره يختلف، يعني بتعرف الجماهير والكاميرات تخلي اي لاعب برهبه. انا متاكد ان اللاعب حتى لو كان مجهز قمه لياقه، كان في لاعب ضمن اللاعبين المشاركين طبعا ما يدخن ولا شيء، وكان قال لي انا لياقتي توب. لما صعد على الحلبه، طبعا لما صعد على الحلبه قلت له حسيتك انه ممنوع انك بالتعب وبديت تعرق، فقال لي سعود انا اني مجهز لياقه وكنت مستعد، بس لما صعدت على الكيج حسيت انه 50% من لياقتي راحت. بالضبط. فصدق مهما يكون لاعب مجهز، سواء لياقه سواء طبعا تمرين، راح يصعد على الحلبه انا راح يفقد اللياقه، ومتاكد راح يفقد التركيز. ومن اي دور المدرب شلون يرجع اللاعبه بالفورمه، طبعا من ناحيه التشجيع من ناحيه التمرين. يعني لو تذكر صالح الحلقه اللي طافت قال لنا، اذكر يوسف شعشاع قال لنا المدرب علمني شلون وانا داخل الكيج اسمع عنه، في تمارين خاصه المدرب كان يطبق عليه. اعتقد هذه نقطه جدا مهمه بعالم الفنون القتاليه، لان متاكد اللاعب لما يدش بروحه راح يكون لما يدش داخل الحلبه راح يكون بروحه، المدرب مو معاه. الشيء الوحيد الوصل بينه وبين المدرب هو صوت المدرب. نعم. فطبعا مع تشجيع الجماهير يعني تشجيع الجماهير واصوات تطلع، اللاعب صعب يركز على صوت مدربه، فاعتقد صدق هذه الشغله تحتاج
ان اللاعب يتمرن عليها. يمكن اللاعب يوسف شعشاع الحين اول لاعب يذكر انه كان يتمرن شلون يسمع او يطبق الكلام المدرب يقوله. صالح، بعد ما تكلمنا نبدا على اللاعبين، خلينا نطلع تقرير الميزان. اعزائي المشاهدين تابعوا معي هذا التقرير. رجعنا لكم من بعد التقرير. نفس ما شفنا ميزان اللاعبين، احب اوجه الشكر حق اللاعب عبد الرحمن الشرف واللاعب عبد الله الهاجي على التزامهم بالوزن. طبعا صالح، في هذه النقطه جدا ودي انبه اعزائي المشاهدين، الميزان طبعا احنا نمشي بالضبط على الميزان، يعني لازم اللاعب يكون ملتزم. صادفنا بعض اللاعبين انه يا قبل البطوله بيوم كان عنده زياده بالوزن، هذا طبعا يسبب لنا يعني احنا كمنظمين قلق كبير، لان فكره ان الميزان وزنك زايد ما راح تقدر تشارك. فاحب اوجه جزيل الشكر حق اللاعبين. والله سعود، هذه النقطه اللي اثرتها نقطه جدا مهمه، يعني احنا كمنظمه يعني وقعنا في احراج مع الكثير من اللاعبين بخصوص موضوع الوزن، اضطرينا لبعض اللاعبين نعيد لهم الوزن ثاني يوم. طبعا الوزن بالبدايه مفروض انه مسؤوليه اللاعب ومسؤوليه المدرب يحافظ عليه، لانه المنظمه تبذل الكثير من الجهد للاعداد لهذه المباراه. بالفعل يعني اليوم انت بتيجي تظلم اللاعب الثاني حتى لو تكنسلت، يعني لو اجى لاعب زايد وزنه واللاعب الثاني رفض هذه زياده الوزن وهذا من حقه. ولكن احنا راح يعني يكون عندنا اجراءات مختلفه في البطولات القادمه، منها توعويه ومنها يعني تنبيه على اللاعبين. خصوصا صالح، بس في نقطه، البطوله كان يعني لان البطوله قبل 6 اشهر، فاعتقد فتره جدا كبيره اللاعب انه يحافظ على وزنه. انت قلت مسؤوليه المدرب ومسؤوليه اللاعب، انا اعتقد هي مسؤوليه المدرب اكثر. لا يعني المدرب لازم يكون حريص، يعني انت عندك لاعب جاهزه، يمكن لاعب يكون مثل ما تقول نوع من التهور او نوع عدم التزام، او خاصه اللاعبين الاول مره يشاركون، يمكن في لاعب يقول لك لا الميزان يمشي هو كيلو كيلو. سعود، الويت كات لاي لاعب هو يعتبر اسوء مرحله من مراحل الاعداد للفايت، لانه يعني يعتبر بالنسبه للاعبين ككابوس، رجيم قاسي، الجسم يفقد الكثير من طاقته، خسارة مياه من الجسم، ولكن أيضا أنت اللاعب عليه مسؤولية كبيرة في هذا الموضوع، خصوصا أنه وقع العقد في البداية على هذا الميزان. ما أقدر كلامك، بس في نقطة، ترى اللاعب يقدر حتى لو مثلا البطولة بعد شهرين ثلاث يقدر يسوي طريقة بدون ما يفقد قوته، ينزل وزنه شوي شوي، فبهالطريقه هو راح يوصل حق البطوله ويوم البطوله بقوه طاقته، بس انه يجي مره واحده يسوي دايت او يسوي كارديو عالي. لا انا مش معاك سعود في هاي، لانه اللاعب اللي بيعمل ويت كات بحاول يرجع وزنه ثاني يوم من بعد البطوله، وهذا شيء هذه خطه وشيء قانوني وموجود داخل جميع البطولات. لو بدي ارجع سعود على هذا النزال، اتكلم عن عبد الرحمن شرف. عبد الرحمن شرف طبعا يمثل تيم بي ووتر، وهو متخصص في يعني او تم تاسيسه على الجيت كوندو، وانا اللي بعرفه ايضا انه مارس الموي تاي من قبل، و يعني في اخر فتره كان تركيزه كبير على الجوجيتسو. لاحظت شيء مميز في هذا الفايت، اللاعبين لهم شعبيه، يعني ولا واحد منهم شارك، من خلال طبعا لما بدينا ننزل الفايت كارد قبل البطوله عن الـ على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا الانستغرام، لاحظت انه اللاعبين لهم شعبيه. هذا شيء جميل، يعني لمحه جميله انك تلاقي لاعبين، اللاعب له ناس تشجعه. بدي ارجع على نقطه كمان انت اثرتها سعود جدا مهمه، في موضوع علمي، اللاعب اول ما بيدخل على الكيج طبعا من الرهبه، اول ما بحط رجله على الكيج بيخسر تقريبا من 40 إلى 50% من لياقته. عشان هيك اللاعب عاده اذا لعب 3 جولات لازم يحضر نفسه في السبارينج، لانه السبارينج شيء مختلف، او في التمرين شيء مختلف، لازم على الاقل يقدر يلعب متواصل 10 جولات، علشان يعني لياقته تكون مش 100%، لانه راح يروح منها صح 20 او 30% حسب خبره اللاعب وكم مره دخل على الكيج، ولكن لازم تكون لياقته 200%، لانه اذا 200% بيقدر يدخل لياقه تقريبا 100% في النزال. الجميع كان متحمس لهذا النزال، هذا النزال طبعا
نفس ما ذكرنا سابقا لوزن 70. تحليلي او توقعاتي للنزال انه النزال اللاعبين في اخر فتراتهم كانوا متخصصين في الارضي، يعني مش فراسه مني ولكن هذا الشيء الواضح من النزال انه ممكن ينزل الى الارض وهذا هو المرجح. ولكن تبقى في عامل جدا مهم في البطوله اللي الجميع دائما لازم يحطه في عين الاعتبار، الجيم بلان اللي عملها المدرب. اللاعب كيف يدخل؟ طبعا انا لو لاعب موي تاي ممكن افاجئ اللاعب الخصم في مهارات ارضيه او في اني اخذ اللعب للوضعيه الارضيه. هذه هي الخطط، يعني اللعب صار مش بس قوه، اللعب صار فن وذكاء تكتيك وتخطيط طبعا للبطوله وتنفيذ التخطيط. لانه انت ممكن عندك مثلا خطه، اول ما تدخل مع الرهبه تنسى كل شيء. واللاعب عاده في قاعده في اللعب تحكي في الفنون القتاليه تحكي لك اللاعب اول ما بيرن الجرس بيرجع لاصله. اصله ايش؟ مثلا لو كان اصله في الكيوكوشين راح يرجع للكيوكوشين، اصله في الموي تاي راح يرجع للموي تاي حتى لو كان تدريبه. ولكن في شيء اسمه اداره الرهبه لازم يتدرب عليها اللاعب. احنا شفنا انديه كثير بتدرب تهتم في التدريب من ناحيه الكارديو من ناحيه الـ قوة التحمل من ناحية المهارات، ولكن الحين في علم آخر هو المنتل، إنك كيف تجهز لاعبك من ناحية النفسية. اللاعب داخل ترى القفص صعود، يعني خصوصاً رهبة مع الأضواء والجماهير. أنت داخل مع شخص ثاني وبينكم حكم والناس كلها بتفرج عليك، يعني ضغوطات نفسية كبيرة. لازم الأول شيء اللاعب يعني برا في منظمات الكبيرة نفس اليو اف سي بتلاقي اللاعبين الكبار اللاعبين العالميين بتلاقي له عنده شيء اسمه منتال كوتش. منتال كوتش هذا وظيفته شغلة واحدة فقط، انه يخفف عن اللاعب العبء النفسي. فيدخل اللاعب على الأقل اول شيء داخل اني انا مو نهاية العالم، داخل مش هذه اخر فرصه انا راح اول وثاني هذه رياضه مش اخر فرصه راح تتاح لي، وفي احتمال اخسر. هذه تحط تحتيها مليون خط انه في احتمال اخسر. صالح، اعتقد ابطال العالمين بهذا اللعبه ما في واحد سجله خالي من الخسارات، بالعكس يتعلم من خساراتهم. يعني هو ما بالعكس الخساره يمكن تفيد، توريك نقاط الضعف اللي تقدر تركز عليها في المستقبل عشان تقويك. بالضبط سعود، الخساره في الالعاب نفس الفنون القتاليه المختلطه هي ليست خساره، لكن العاده يطلق عليها انها درس. لانك انت في بعض اللعبات ما راح تعرف الخطا اللي انت اخطاته الا لما تقع في هذا الخطا. عشان هيك الخطا يرسخ في العقل، مره ثانيه مستحيل توقع في نفس الخطا خصوصا انك انت دخلت. ولكن احنا سعود احنا بننمي لعبه، احنا اليوم قاعدين نكبر والكويت كلها تكبر في هذه اللعبة. هذا راح بيعطي مؤشر على انه احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح، من لاعبين من مدربين من ناس من متابعين. وهذه نقطة فعلا جدا مهمة، حتى الجمهور اليوم مثقف وواعي، عارف كيف المباريات ممكن تنتهي، عارف هاي المباراة. يمكن نفس ما انا تكلمنا في الحلقة السابقة او اللي قبلها انه في بطولاتنا الاولى الجمهور يطلع يعني من صدم، مش عارف ايش هو التاب اوت، مش عارف ايش هو اللعبات المسموحه. فاليوم خلص هذا الوعي صار موجود، الحين نقدر الجميع ينتقل الى مرحله اخرى. يعني انت لن تعمل منظمه او تعمل بطوله ونفس اليوم توصل الى اعلى يعني مراتبها او توصل الى الاهداف، ولكن انت لازم تقسم. احنا في البدايه سعود وانت سيد العارفين، في البدايه قسمنا اهدافنا. اليوم الحين خلص في كل يوم نوصل لهدف ينرسم هدف جديد، هدفنا الجديد نوصل ان شاء الله الى الكمال في هذه اللعبه طبعا، والكمال لله. نوصل حتى نشوف اللاعبين نفس ما انا ذكرت سابقا من ناحيه منتال كوتش، من ناحيه اللاعب في اللاعبين يعني ما بيصر على اللعب اللي هو فيها. يعني وهذه نقطه ايضا تكلمنا فيها سابقا، انه لاعب مثلا في سين من اللعبات ما بدي اذكر لعبه، بيجي بجهز للأمام نفس كأنه مجهز لبطولة مثلا لعبة قتالية معينة كاراتيه واتيفر. فيعني هذا الحين لازم يختلف. ليش؟ لأنه هذا ما حدث طبعا في منظمات نفس برايد، نفس ما حدث في اليو اف سي. كان لاعبين عندهم كانت في قناعات أنه لعبتنا أقوى لعبة.
صالح اعتقد يا الوقت اذا اللاعب حاب يشارك ببطوله جي اس سي او اي بطوله من بطولات نفس جي اف سي اعتقد يا الوقت انه يتخصص في كذا لعبه عشان يقدر يؤدي المطلوب في هذه البطوله. اعزائي المشاهدين خلينا ننتقل حق موضوعنا الاساسي لهذه الحلقه وهو النزال، خلونا نشوف اللحظات الاخيره قبل النزال. عبد الرحمن كلمنا عن مدة تجهيزك لهذه البطولة. بسم الله، أول شيء مدة تجهيزي حق البطولة هذه تقريبا 3-4 أشهر بالمعسكرات والنوادي وشاد حيل إن شاء الله بإذن الله. أصلا داش أنا المكان هذا علشان يا رب إني أفوز إن شاء الله. إن شاء الله، طبعا الكل يعرف أن بطولة الجي اف سي بالكويت حققت نجاح كبير وما زالت مستمرة، والدليل أن هذه رابع بطولة تقام في الكويت، بطولة الجي اف سي الرابعة تنظيم شركة وابان بروتين. نبي نعرف الدافع اللي خلاك تشارك في هذه البطولة. والله أول شيء الدافع اللي خلاني أدش أنا رفيجي اللي هو الكابتن محمد العتيبي بطل وزن 75 وأنا أتمرن وياه بنفس النادي وشفت شلون هو قاعد يتمرن وشد حيله ولما أخذ الحزام الله يوفقه إن شاء الله ويتم على الحزام. حبيت ان انا اكون مثله او الحقه مع الطريق اللي هو ماشي فيه ان شاء الله بدال الحزام ان شاء الله اللي يكون عندنا بالنادي ان شاء الله يكون حزامين يا رب. حاليا راح ناخذ لقاء سريع مع اللاعب عبد الله الهاجري قبل لا يخوض النزال الثاني، وطبعا باقي على بدايه البطوله ربع ساعه، يعطيك العافيه اخوي عبد الله. يعافيك يا بعد قلبي حبيبي. اخوي عبد الله كلمنا عن استعداداتك لبطوله الجي اف سي الرابعه. والله استعديت لها ان شاء الله راح اقدم مستوى طيب وان شاء الله نشوف البطوله هذه. كم شهر كان تمرينك للبطوله هذه او ايش كثر الفتره اللي جهزت لها؟ بحدود 6 أشهر 7 أشهر كذي تقريبا 6 أشهر 7 أشهر. نعم طبعا هذه يمكن اول بطوله اللي عرف ان تشارك فيها الجي اف سي بالكويت. عدل عدل ايه. اتمنى لك كل التوفيق اخوي عبد الله ويعطيك العافيه. يا بعد قلبي. عودة معكم أعزائي المشاهدين، وطبعا نفس ما شفنا قبل الفاصل تقرير خلف الكواليس، طبعا هذه اللحظات الحاسمة، اللحظات اللي تفصل اللاعب عن الدخول إلى القفص. اللاعب بيكون متوتر، ونفس ما حكينا سابقا أنه اللاعب لازم يتم، وهذه طبعا مسؤولية المدرب التخفيف عنه ونفس ما بيحكوا فيه إيه أنك أنت تروح هاب فن، أنك استمتع في المباراة. طولنا عليكم ولكن الآن حان الموعد أنه نوريكم هذا النزال القوي بين عبد الرحمن الشرف وعبد الله الهاجري. عبد الرحمن شرف. عبد الله الهاجري. حارب الركن الأزرق من الكويت ويمثل تيم بي ووتر، الوزن تحت 70 كيلوغرام والطول 175 سنتيمتر، متخصص في الجيت كوندو. رحبوا بالمحارب عبد الرحمن شرف. محارب الركن الأحمر من الكويت ويمثل نادي وور لايونز، الوزن تحت 70 كيلوغرام والطول 175 سنتيمتر، متخصص في الام ام اي والمصارعه. رحبوا بالمحارب عبد الله الهاجري. يدير هذا النزال الحكم بليك جرايس. يبدو الحماس واضح على اللاعبين، مباراه حماسيه الجميع ينتظرها. اللاعبين طبعا رغم انهم اول ظهور لهم في الفنون القتاليه المختلطه
ولكن ظهر طبعا عبد الله الهاجري في بطولة جي اف سي جرابلينج وطبعا ابدع كمصارع. عبد الرحمن شرب باين عليه متمكن في السترايك، واسقاط جميل من اسقاط جميل كان. اخذ ايده لكمات قوية من اللاعب عبد الله الهاجري وهو لاعب طبعا متفجر. اسقط عبد الله الهاجري اسقاط ايضا وهو موجود في الجارد لعبد الرحمن شرف. عبد الرحمن شرف من لاعبين الجوجيتسو الصاعدين وايضا من لاعبين الجيت كوندو نفس ما سبقنا قلنا سابقا هو يمثل تيم بي ووتر. عبد الله الهاجري احنا تعرفنا عليه في بطوله جي اف سي جرابلينج وكان صراحه مبدع في المصارعه ورانا فنيات جدا رائعه. اخذ المركز الثاني، نتوقع مستقبل كبير لهذا اللاعب. اخذ الارم بار. متفجر جدا. عرف كيف يتخلص من هذه الارم بار بانه رفع اللاعب وضربه في الارض. لاعب ما شاء الله عبد الله الهاجري، لاعب ما شاء الله البنيه الجسمانيه له، هو كان بالسابق لاعب العاب قوه. من الصعب جدا تثبيته او السيطره عليه بما انه هو مصارع. اخذ الخنق ولكنه غير كامل والان موجود في الهاف جارد والان في الفول جارد طبعا لعبد الله الهاجري. ما شاء الله اليوم مستويات مرتفعة جدا نفس ما وعدناكم. هذه البطولة مختلفة، لاعبين التكافؤ رائع جدا. بنشوف لعب سترايك وبنشوف لعب أرض وإن شاء الله المباريات اللي جاية راح نشوف شيء أيضا أقوى. هو موجود الآن عبد الرحمن الشرف في الهاف جارد لا عبد الله الهاجري. عبد الرحمن الشرف قاعد بنفذ خطة لا الجراوند ان باوند، عارف يستغل الوضعيه اللي هو فيها. لازم اللاعب زي هيك، لازم اللاعب يكون ضل شغال طول المده. بدا اخذ ظهره ولكن لف ايضا، ولكن موجود الان في الماونت. وضعيه خطره على عبد الله الهاجري. تخلص بشكل جميل والان بالارم بار. موجود عارف ايوه شغله في اللكمات وتخلص من الارم بار. لاعب عبد الله الهاجري نفس ما حكينا سابقا هو لاعب متفجر بشكل عجيب ما شاء الله عليه، وايضا قاعدين بنشوف فنيات في الجوجيتسو لانه عبد الله الهاجري من اللاعبين الصاعدين والواعدين في الجوجيتسو. تمرن لفتره طويله على الجوجيتسو قبل هذه البطوله. طبعا جراوند اند باوند من عبد الله الهاجري انهكت بعض الشيء قوة عبد الله الهاجري. على وشك كان الحكم انه ينهي الفايت. عبد الله الهاجري تعب من اللكمات جدا صعبة. لازم الحكم يتأكد انه بيدافع عن نفسه. اخذ الخنق عبد الله الهاجري تقريبا بشكل كامل. لا عرف يتخلص. برافو عبد الله عبد الرحمن الشرف، برافو على هذا التخلص الجميل. الحين هو ايضا موجود في وضعيه السيطره الماونت. لكمات قويه، مو قادر يدافع عن نفسه. الحكم على وشك انه ينهي النزال في اي وقت، ولكن ما فقد الوعي. ضربات قوية، هو يقدر يستخدم الهامر فيست. أنهى الحكم الفايت. جميل والله، الله يعطيهم العافية والله يعطي العافية لا عبد الرحمن الشرف. والله أمتعنا وصمد في هذا اللعب، ولكن هذا اللعب فوز وخسارة. فاز بهذا النزال إيقاف الحكم عبد الله الهاجري. والآن تكريم البطل عبد الرحمن شرف.
الآن تكريم البطل عبد الله الهاجري. عبد الله تحياتنا لك على هذا الأداء وهذا اللاعب المتفجر. كنا متوقعين منك هذا الأداء من بعد فوزك في بطولة الجي اف سي جرابلينج. كلمنا عن هذا النزال. والله الحمد لله قدمت فيه لا يقدر عليه فضل كابتن عمر ومحمد الوهاب واللي بعده يا ولا ويلا. رجعنا لكم من بعد المباراة. طبعا أحب أبارك حق البطل عبد الله الهاجري وأقول حق اللاعب عبد الرحمن الشرف هارد لك وإن شاء الله. طبعا هذه مو النهاية نفس ما قلنا, هذه رياضة إن شاء الله ونشوفك مرة ثانية بطولات جي اف سي. صالح طبعا أبيك تقولي تحليلك على المباراة. طبعا كان أداء جدا شيق وممتع من البطلين. عبد الرحمن الشرف يعني في البداية يمكن أخذ اللعب إلى الأرض, أو عبد الله الهاجري يمكن أخذ أول تيك داون إذا أنا مو غلطان. اللعب تحول إلى أرضي. شفنا مهارات دقيقة من عبد الرحمن الشرف وشفنا قوة وصلابة من عبد الله الهاجري, وكما كان متوقع بما أنه إحنا حكينا سابقا أنه لاعب ألعاب قوة بنية جسدية, وأيضا هو لاعب يعني تدرب على المصارعة. هذا أعطى القوة في أخذ التيك داون, أعطى القوة في التخلص من حركات السبمشن اللي طبقها عبد الرحمن الشرف بشكل صحيح جدا. بس سعود خليني أتكلم عن النقطة مهمة. ترى الطرحات التيك داون بياخذ شغلتين من اللاعب. أول شيء بياخذ من اللاعب ثقة, اللاعب اللي طبعا تم طرحه, وبياخذ من اللاعب لياقه, لانه طرحات المصارعين غير اي طرحات ثانيه, لانه الطرحه فيها ضربه ايضا, لانه نعم القوه مو بس هيك. ممكن هو ايش بيعمل, بحط كتفه داخل بطن اللاعب بينزل فيه اللاعب, فكتفه بيجي على وين, على بطن اللاعب, بيسحب النفس من اللاعب. اللاعب يفقد الكثير من لياقته. ولكن خلينا نتكلم شيء عن عبد الرحمن الشرف. عبد الرحمن الشرف مش نهاية العالم, أدى أداء ممتاز, تميز بروح رياضية عالية, تميز بروح قتالية أيضا عالية, قاوم, ما سلم النزال في البداية. ولكن إحنا بتتكلم اليوم عن لاعبين سعود أول ظهور لهم, فيعني عادي مش نهاية العالم. نتمنى بالعكس شفنا أداهم مو كأنه أول ظهور لهم أمانة. اللاعب الاثنين سواء عبد الله الهاجري أو اللاعب عبد الرحمن الشرف أداهم كان جدا ممتع. حتى صالح يعني أنا أمانة من نزال اني شفت بدايه النزال كنت اتمنى يطول النزال, لان اللعب صدق كان يعني مو انا بس الكل يقول من اقوى النزالات اللي صارت. صح, اللعب كان ممتع, اللاعبين نوعا ما يفتقروا, وخصوصا كان عبد الله الهاجري يفتقر الى اللياقه. يمكن صالح هذه نفس ما قلنا الرهبه هي اول مره صعود. انا متاكد عبد الله الهاجري كان مجهز لياقه. عبد الله الهاجري لعب في بطوله الجرابلينج, لعب له يمكن 9 فايتات في نفس اليوم يعني. فبس اليوم انت بتتكلم عن شيء مختلف, خروجه امام هذا الجمهور, بطوله فيها طبعا فيها ضرب, الموضوع يختلف. ترى كل ضربه انت بتتلقاها يعني بتعمل عندك انعكاس ممكن يؤدي الى انك تفقد تركيزك من المباراه, انك تبدا انك يصيبك شيء من القلق مع 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 الضربات, لانه الضربات بتعمل فلاش. ففي كثير اشياء الناس يمكن ما بتعرفها, احنا بنحب نوضحها علشان طبعا يمكن يعني ما يحس فيها اللاعب المشارك. بالضبط, ونعطي العذر للاعبين. يؤدوا لاعبين نفس ما تفضلت سعود في اول ظهور لهم ويؤدوا هذه المباراه الكبيره الممتعه اللي امتعوا فيها الجماهير, هذا شيء ممتاز. صح صالح, انا بس في 3 نقاط ودي اتكلم عنها بهذه المباراه. طبعا اول شيء اداء الرجولي من كلا اللاعبين, ثاني شيء نلاحظ طبعا المدرب الكابتن عمرو حافظ انه ما شاء الله عليه بدا يحط بصمه بهذه البطوله, ثالث شيء لاحظت بعد انتهاء المباراه طبعا مدرب اللاعب عبد الرحمن الشرف احمد البصيري عفوا اوجه له التحيه, كان يقول حق عبد الرحمن الشرف انا فخور فيك انا مفتخر فيك. لاحظت انه قرددها كذا مره, يعني بحس اللاعب صدق ان فكره ان اللاعب عبد الرحمن الشرف صعد الى الكيج وادى هذا الاداء انا اوجه له كل التحيه. لانه اللاعب اليوم انت مو معناته انك خسرت انت فشلت المدرب, لا بالعكس. صح. اصلا الخساره بهذا الاداء اصلا شرف للمدرب انه لما يجي لاعب يبين هذا الاداء. اليوم احنا سعود ما بنلعب على الفوز والخساره,
احنا بنلعب على اكثر شيء الاداء، وانت شفت لاعبين كثير خسروا ولكن تركوا بصمه، وهذه مرت معانا، احنا مش اول بطوله بنسويها، مرت معانا شفنا اللاعب في الكثير من اللاعبين رغم الخساره ولكنه عمل بصمه في البطوله، والجمهور تطالب فيهم كذا لاعب، يعني كذا لاعب شارك الجمهور نفسهم كان يقول ودنا نشوف اللاعب فلاني في الكيج. طبعا هي رغبه الجمهور ولبينا رغبه الجمهور. اعزائي المشاهدين راح يكون يانا ضيف جدا مميز، ولكن بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم من بعد الفاصل، احب ارحب في الضيف ويانا الكابتن عمرو حافظ. اهلا اهلا بك سعود، واهلا بجي اف سي. عمرو طبعا مشاركاتك معنا بدأت في جي اف سي 2 وامتدادا لجي اف سي 3 طبعا ايمانا منا فيك وفي قدراتك وفي قدرات التيم اللي بيتطور. كلمنا بالبدايه، يعني اليوم قعدتنا معك طويله فراح يكون في بيننا حوار طويل ان شاء الله، بما انه انت من الناس المميزين في هذا المجال. بداية مشاركاتك في جي اف سي علشان نعرف الناس كيف عمرو كانت سيرته الذاتية بشكل خاص مع جي اف سي. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا بدأت جي اف سي 2، جي اف سي 2 كان عندي اللاعب بدر رميان، لعب مع البطل عبد الهادي العدواني، ربنا ما وفقوش وخسر مع انه قدم مباراة ممتازة جدا صراحة. بعديها يمكن شوية فقدنا الامل كفريق ان احنا نشارك، خصوصا ان احنا لسه يعني تقدر تقول فريق حديث على الساحه يعني. بعد كده مشكورين اتحت لنا الفرصه الكبيره في الجي اف سي 3، ودخلنا باللاعب البطل حمد الوهيب، واستعدينا كويس للماتش وقدم مباراه ممتازه الحمد لله وكسب، وكان يعني مكسب كبير وسمع في الكويت كلها، يمكن حتى مش بس في الكويت، يمكن بره الكويت كمان. بعد كده كان الجي اف سي 4 ربنا وفقنا ان احنا دخلنا بثلاث لعيبه. هجمته بقى. هجمنا بالظبط كده. صار عندك الثقه مثل ما تقول، صار عندك أكيد الثقه انك تشارك اكيد كده اكيد. كمان لما منظمه كبيره زي الجي اف سي بتدينا احنا الثقه دي ان انا ادخل ثلاث لعيبه، انا لازم استعد جيدا، لان رقم واحد دي لسمعتي انا. صح. رقم اثنين لسمعه المنظمه، لان دلوقتي بعد البطوله لو انا قدمت ثلاث ماتشات سيئين او عاديين او ما فيش فيهم اي شيء مميز، بقيه الفرق هتقول طيب اشمعنى وور لاينز كابتن عمرو حافظ مدخلين ثلاثه. نعم. بس النهارده الحمد لله رب العالمين بعد البطوله كل الكلام اللي جالنا بعد البطوله كان كلام ايجابي كله، ان انتوا اديتوا اداء كويس الحمد لله، انتوا شفتوا احنا كمنظمه جي اف سي ننتقل اللاعبين، يعني اللاعب لازم نتاكد شيء مستواه، وشفنا امانه كل الصفات تنطبق على اللاعبين كل اللي شارك فيهم. كابتن عمرو انت قلت نقطه جدا مهمه، في كثير من اللاعبين او كثير من المدربين ما يذكر مثلا اشياء سلبيه، من ما اقول اشياء سلبيه، نقاط الضعف اللي كانت بمسيرته. انت ذكرت ان جي اف سي 2 ما استطعت تحقيق اي لقب، مظبوط، ورجعت بجي اف سي 3 استطعت الحصول على حزام، وجي اف سي 4 طبعا شاركت في ثلاث لاعبين واستطعت الحصول على حزامين. هذا اللي جاي نتكلم عنه، انه طبعا الخساره يمكن تكون بدايه مشوار يعني حافل، يعني ابيك تكلمنا عن النقطه هذه، انت ما حسيت بالاحباط يعني صفتك مشارك بلاعب ما استطعت الحصول على لقب؟ حقيقة أنا موضوع الإحباط هو موضوع نسبي بيختلف من بني آدم للتاني. مفيش بني آدم نكذب لو نقول إن إحنا ما بنحبطش أو ما بصدناش الإحباط واليأس بعض المرات. يمكن صار في دافع أكتر من الإحباط. بالضبط، بس الصح إن البني آدم يحول الإحباط والفشل لدافع ليه للنجاح، والحمد لله هو ده اللي صار. إن إحنا أكيد طبعًا بعد الخسارة اللي إحنا خسرناها في جي إف سي 2 كان الشعور مؤلم جدًا. اي واحد بيخسر بيجيله شعور مؤلم، مفيش حد بيخسر ويطلع فرحان، بس احنا ركزنا اكتر على نقاط الضعف، شفنا ايه سبب الخساره، ليه خسرنا، وعالجنا الموضوع في جي اف سي 3، وعالجنا الموضوع اكتر في جي اف سي 4، ان احنا ركزنا على نقاط القوه اللي عندنا ان احنا نزودها، ونقاط الضعف ان احنا نحاول، اكيد مش هنمحيها، مفيش حد يمحي نقاط ضعفه، بس نقللها على قد ما نقدر. فالحمد لله وصلنا ان احنا طلعنا من الفشل والاحباط للنجاح الحمد لله. كنت بسالك سؤال جدا مهم، تفضل. انت لسه ما ذكرت بجي اف سي 2 شاركت بلاعب، جي اف سي 3 شاركت بلاعب، جي اف سي 4 شاركت بثلاث لاعبين. على اي اساس انت طبعا تدري انت لو دخلت لاعب مو بالمستوى المطلوب، يعني احنا كمنظمه طبعا نشوف سي في اللاعب، نشوف مبارياته. طبعا يمكن لاعب لما يدش جي اف سي يشوف مثل ما ذكرنا بالفقره السابقه تحوش الرهبه. فانت
على اساس تختار لاعبين؟ يمكن لاعب يدش داخل بدل ما يعني مثل ما تقول ما نقول يشوه سمعته بس انه يخلي الناس توخر عن عمر حافظ، تقول شل اداء اللاعب، على اساس تم اختيار اللاعبين اللي عندك خاصه انه هو يمثلك ويمثل نادي ورلاين؟ تمام. لو تذكر الحلقه اللي فاتت من جي اف سي 3 انت سالتني سؤال او صالح سالني سؤال مشابه، على اي اساس تختار اللاعب اللي تخش بيه بطوله كبيره زي بطوله الجي اف سي؟ وانا جاوبتك اجابه هعيدها تاني المره الثانيه. بس انا اختلف الموضوع لان انت جي اف سي 3 ما كان عندك القاب من قبل، مزبوط. صح ولا لا؟ مزبوط. انت جي اف سي 3 بعد ما اخذت اللقب شاركت بثلاث لاعبين، فالجمهور كان ينتظر مثل ما تقول يلا عمر حافظ ورنا شنو عندك انت. مزبوط. يعني يقولون يمكن بعض الناس يقولون ضربه حظ، صح ولا لا؟ مزبوط مزبوط. هو اعتقد تختلف اختيار لاعبين من جي اف سي 3 لجي اف سي 4. انت جي اف سي 4 داش كبطل، كمدرب بطل حامل الحزام. الحمد لله. خلينا نجاوب على نقطه نقطه. اول نقطه، على اي اساس اختار اللاعب اللي يخش جي اف سي؟ اول شيء اختار عليه اللاعب اللي ما يخش جي اف سي مش مستواه، مش لياقته، مش تكوينه الجسماني، ولكن قلبه، الشجاعه، ان اللاعب اللي عنده زي ما نقول قوه شكيمه، شجاع، ده انا اضمن ان هو لما يخش على الكيج رهبه الكيج مش هتاثر فيه زي غيره. لان زي ما انتم عارفين الكيج مجرد ما اللاعب مهما كان لياقته البدنيه عاليه، مجرد ما ياخد اول ستيب على الكيج جزء كبير من لياقته بيروح، تقدر تقول 30-40 احيانا متوصل ل 50-60%. لو اللاعب هو اصلا زي ما احنا بنقول قلبه جامد، شجاع، الموضوع رهبه الكيج هيقل عنده جامد، فهيحافظ على جزء كبير من لياقته قدام الخصم. وهو ده اللي حصل، ان انا بختار اللاعبين اللاعب اللي ما يخاف. بالاضافه، ما اقطع كلامك، بس اضافه كل الشغلات ذكرتها، طبعا اللياقه البدنيه، القوه الجسمانيه، هذه مع التمرين، وانت متاكد مدرب تقدر تغيرهم، بس شيء صعب التغيير والشجاعه اعتقد يبي لها فتره طويله. بالضبط. النقطه الثانيه وهي الاهم، ان في ناس كتير بعد البطوله اللي طافت قالوا ان هي كانت ضربه حظ. شوف، اي لعبه قتاليه هي لعبه فيها ريسك، ولازم يكون فيها شيء من الحظ، ده شيء معروف. العالم، الحياه كلها فيها شيء من الحظ. اي واحد بيخش مغامره او مخاطره زي اللعبه اللي احنا بنلعبها الاماميه لازم يكون فيه شيء من الحظ. بس حرام انت تحكم عليا كليا ان انا كنت محظوظ. ولذلك في الجي اف سي 3، في الجي اف سي 4 عفوا، انا حبيت اقول للناس وللناس اللي اتهمتني ان انا كنت محظوظ، اوجه لهم رساله. إذا كان أنا دخلت بلاعب وكسب بالحظ، شوف بقية اللاعبين وقول أنت بنفسك احكم إذا كانوا كسبوا بالحظ ولا لا. يعني يمكن الماتش بتاع هذا شيء على فكرة ميزكم، لأنه إحنا الكويت مع الأسف ما فيها اتحاد مصارعة. مزبوط. ولا فيها أندية بتدرب مصارعة، هذا ميز تيم وور لاينز. عمرو احنا حنكمل، ولكن دركنا بس بعد الفاصل رح نرجع نتابع حوارنا الشيق مع الكابتن عمرو حافظ. رجعنا لكم من بعد الفاصل ونكمل حديثنا الشيق مع الكابتن عمرو. كابتن عمرو، كلمنا انت طبعا قبل الفاصل قلت لنا عن لعبه المصارعه، شنو الالعاب الثانيه اللي تخصصت فيها؟ صفتك مدرب اماميه. انا لعبت يعني العاب قتاليه كتير. اكتر لعبه استمريت فيها غير المصارعه كانت الكيك بوكسينج. انا طبعا معايا حزام اسود 3 دان في الكيك بوكسينج. لعبت فتره مواي تاي، لعبت فتره ملاكمه، لعبت جودو وانا صغير فتره طويله، انا معايا حزام بني جودو. بس يعني بعد المصارعه تقدر تقول ان انا الكيك بوكسينج هي اكتر لعبه انا استمريت. عمرو ايش يعني لعبت؟ يعني بطولات؟ لعبت بطولات؟ عرف الناس. الوقت اللي بدات امارس فيه كيك بوكسينج ما كانش وقتي يسمح ان انا اخش بطولات كتير. يعني انت لعبت كونغ فو قبل؟ لعبت كونغ فو ساندا في مصر بس. كونغ فو ساندا يعني لعبت حوالي 6 سنين 7 سنين، حصلت على اكتر بطوله جمهوريه، اكتر بطوله قاهره. شاركت يعني في بطولات سترايك؟ طبعا بطوله. هي الساندا، احنا بنضايقك تقول للناس. اوكي. هي الساندا مزيج من المصارعه والبوكسينج والكيك بوكسينج. نعم. فانا كنت بلعب صراحه، انا كان بيفيدني جدا في بطولات الساندا خبرتي في المصارعه. مصارعه. فلما كنت الحمد لله انا كسبت 3 مرات قاهره مركز اول، و3 مرات جمهوريه ساندا في مصر ساندا. تمام. مصارعه؟ طيب عفوا، المصارعه شارك. مصارعه انا دخلت بطولتين. انا المصارعه المشكله ان انا كنت ميزاني اقل بكتير من الميزان المطلوب.
يعني انا كنت وزني 47 كيلو، كان اول ميزاني 52 كنت 47 كيلو يعني زمان. فكنت بعاني مع من قوه المصارعين. لان طبعا يعني انا بس عايز اقول لك ملحوظه، انت ممكن تلاقي مزارع وزنه 52 كيلو، في حاجه عندنا اسمها الشاخص او ريسلينج دامي، بيشيل ريسلينج دامي 80 كيلو يرميها 10 مرات وهو صح. مش حاسس باي حاجه. المصارعه فيها فنيات، فيها فنيات عاليه وكمان فيها قوه عاليه. فانا ما يعني ما حققتش مراكز في المصارعه، ولكن المهم شاركت. شاركت في يعني في احنا اللي بنحب نوضحه انه عمر الحين ما صرت انت مدرب الا بعد يعني خبرة. تاريخ خبرة. متاكد العامل الخبره أنا يفيد اكثر من انجازات. انا عايز اقول لك ان انا اول بطوله لعبتها في حياتي سنه 89. نعم يعني في بعض اللاعبين كانوا لسه ما اتولدوش. دي كانت اول بطوله العبها في حياتي يعني. نعم. بعد ما لعبت الكونغ فو ساندا الحمد لله كنت بفوز، لان مهارات المصارعه كانت فايداني جدا في الساندا. طيب انا عايز اتكلم عن حاجه. اتفضل. لما انت بديت تدرب ام ام اي، كلمنا على المرحله دي لما بديت تحول من اللعبه اللي كنت بتلعبها الى انت عايز تورطني لانك تدرب ام ام اي. اوكي. ما كانتش طبعا جي اف سي موجوده؟ لا ما كانش لسه في جي اف سي، بس كان في، انا ساعتها كنت معجب جدا باليو اف سي. طبعا اي واحد تعرف قبله الام ام اي في العالم اليو اف سي. صح. فانا كنت شايف ان اللعبات التقليديه في مصيرها الى الزوال، مش مصيرها الى الزوال ان هي تنتهي، بس الاضواء هتنسحب من عليها وتتجه الى الام ام اي، لان الام ام اي هي لعبة شاملة. بالنسبة لي أنا معناها اثبت نفسك. MMA بطولة MMA تساوي اثبت نفسك. بس عمر أنت يعني معلش عشان أنا ما أرتب الأحداث. لما حكيت أو أجتك الفكرة إن أنا خلص بدي أدرب MMA، ما أجت الفكرة إنك بدك تدرب MMA بما إنه أنت كيك بوكسر؟ ما أجت الفكرة تدرب MMA لأنه أنت لاعب ساندا أو شاركت في بطولات ساندا أو تدربت على الساندا لفترة طويلة، ولا المصارعة؟ هذول كلهم صاروا ميكس، فصرت انت تدرب ام ام اي علشان لانه يعني في بعض الاشياء يمكن الحين صايرين احنا نشوفها واحنا في الوسط هذا بنشوفها، بيطلع مدرب ام ام اي بس بتعرفش كيف طلع يعني. مظبوط. انا كمان بس عايز اقول لك معلومه، انا قبل ما اخد قرار تدريب الام ام اي عملت حاجتين. اول حاجه انا كنت قاعد في لان ظروف شغلي يعني، فكنت عايش في ابو ظبي فتره، فاتمرنت في اكاديميه ابو ظبي للفنون القتاليه، يعني معظم الناس عارفاها، هي اكبر من أكاديمية جيجيتسو يمكن في الميدل إيست. نعم. اتمرنت لمدة 9 شهور جيجيتسو. وأنا بقولها وأفتخر يعني حقيقة، أنا ما كنتش مقتنع بجيجيتسو أول ما شفت اللعبة. أنا راجل مصارع. نعم. وبلعب كيك بوكسينج ولعبت مواي تاي وحزام بني جودو، بس شفت جيجيتسو حسيت إن اللعبة، لا اللعبة مش قوية، معقولة أنا أقدر يعني معقول أنا إيه اللي هينزلني تحت على الأرض؟ وحتى لو نزلت على الأرض أكيد هعرف أهرب. وبعدين اتحطيت على العموم انت يعني اخذت توليفه معينه عملت فيها كانها منهج وبديت تدربه على اساس انه ام ايه. ارجع للي انا حكيت لك عنه لما بديت يعني تفكر انك تدرب ام ايه. المشاكل والعقبات يعني؟ مش المشاكل والعقبات، انه فعلا كان يعني شيء خروج الام ام ايه، بما انه احنا بلد كانت اللعبات خاصة المعروفه خاصه شيء غريب دشيت عن رياضه، يمكن تم مثلا كان مستهجن هذا الموضوع. حتى احنا بطولتنا على فكره على نفس الحال يعني. انا عارف هو طبعا برضو. خليني بس اقول لك نقطه مهمه جدا قبل ما ابدا تدريب، ازاي انا طلعت لتدريب الام ام اي. انا كنت في كندا وضربت ام ام اي حوالي سنه ونص يعني تقريبا في الحدود دي، وتاكدت ان انا لازم احول للام ام اي. وقبل ما اعمل ده انا دورت شفت فين المكان اللي انا ممكن اخد فيه شهاده تفيدني في الام ام اي، فلقيت في جامعه في امريكا بتدي حاجه اسمها ام ام اي certification او ام ام اي conditioning coach. فالشهاده اللي انا خدتها اسمها certified ام ام اي conditioning coach، ان انا متخصص في الكونديشنج من الام ام اي. بعدين لما جيت بدات اخش في التدريب الام ام اي، طبعا كيف فرقت الموضوع وجود الجي اف سي؟ دخلت الجي اف سي تغيرت الدنيا، اتقلبت الموازين. اتقلبت الموازين كتير، لان غالبيه هل كانت راح المواضيع هاي حتصير لو ما اجت جي اف سي؟ بالظبط. هو اللي حصل ان انا لما فكرت ان اضرب ام ام اي كنت بفكر هضرب ام ام اي وبعدين هعمل ايه بالام ام اي، يعني هنتمرن ام ام اي وبعدين هنلعب فين، هنسافر نلعب بره. فانا كان يعني كان اقرب بطوله كان في الاي دي اف سي في ابو ظبي، فكنت بطمح ان انا اقدر اسافر واخد حد من لعيبتي يلعب في الاي دي اف سي. في نفس التوقيت تقريبا لقينا الاعلان بتاع الجي اف سي 1. الجي اف سي 1 كان صدمه عصبيه للكل، يعني هيعملوا بطوله جي اف سي كيج في الكويت. كان اي حد من اللعيبه بقول له ان
في بطولة ام ام اي تعمل في الكويت، كيج ولا هيلعبوها على رينج ولا هيلعبوها على بساط؟ فانا يعني صراحة ما كنتش عارف ارد لان انا مش متاكد. جي اف سي كانت لحد ما شفت الحدث بعيني اللي هو كان اول بطوله جي اف سي واستمتعنا بيها استمتاع تام، رغم ان هي طبعا ما كانتش بنفس المستوى اللي احنا شايفينه دلوقتي ما شاء الله المستوى العظيم من ناحيه التجهيزات ومن ناحيه اداء كان مستوى مختلف كليا، بس استمتعنا ان احنا شفنا ام ام اي في كيج وايفنت بس مخصص لام ام اي في الكويت. ساعتها كان في كيك بوكسينج كي 1 اظن في الماتشات، بس احنا كان يعني استمتعنا الاكبر بماتشات الام ام اي. لما بدات الجي اف سي تطلع ده كان بالنسبه لي نقطه تحول، لان انا دلوقتي عندي مكان اوجه ليه اللاعبين اللي هيجي يتمرن عندي ام ام اي، هيسالني انت عارف اللاعب اول ما بيتمرن يقول لك طب انا هعمل ايه يا كابتن؟ هخش بطوله؟ هدخلني بطولات؟ اي لاعب في اي لعبه قتاليه بيسالك هخش بطولات؟ فاول ما طلعت الجي اف سي بدانا نعمل بدات عملته جي اف سي 1 وجي اف سي 2 كان كل اللاعبين بالفعل كابتن عمرو لو ما ذكرت طبعا بدايتنا كان جي اف سي 1 كنا مدخلين الكي 1 وبعدين حولناه حق ام ام اي بذلك بسبب طلب الجمهور. كابتن عمرو استمتعنا بالحديث معك، حاب تقول كلمه اخيره للمره الثانيه؟ دي ثاني مقابله ليا معاكم وان شاء الله ما تكونش الاخيره. انا فعلا بشكركم على الجهد الكبير اللي انتم عملتوه، المنظمه بذلت مجهود كبير عشان تكبر اللعبه ونجحت، وانا شايف ان ما شاء الله بشهاده الجمهور مش بشهادتي انا بس، يمكن انا شهادتي فيكم مجروحه بس شهاده الجمهور ما شاء الله المنظمه نجحت والحدث اصبح حدث عالمي، وده مش كلامي ده كلام كل الناس، وان شاء الله الى الامام والتوفيق ان شاء الله. الله يعطيك العافيه عمرو وشاكرين تواجدك معنا. اعزائي المشاهدين طبعا وصلنا الى ختام حلقتنا، اتمنى ان تكونوا استمتعتوا في هذه الحلقه. طبعا الحبي يتواصل معنا من خلال موقعنا www.gfc-mma.com او موقعنا على الانستغرام gfcmma. اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا وان شاء الله نشوفكم في حلقه قادمه. مع السلامه.